بسم الله الرحمن الرحيم. كل مرة نلتقي مع قصة حقيقية وواقعية والغرض هو الاستفادة منها وحتى لا تتكرر الجريمة. وهذه القصة للعبرة، قصة وقعت في مدينة وجدة في تسعينيات القرن الماضي في واحد الإقامة كبيرة. الناس ديالها يعني السكان كانوا عايشين بخير في أمن وسلام، الأمور مزيانة، الإقامة كبيرة فيها الخضرة والحدائق وكذا. ولكن كان عندهم واحد المشكل، واحد المتهور، واحد الطائش بين قوسين شمكار، كان كله مشاكل، مدمن مخدرات، مدمن خمور، السارقة، اعتراض سبيل المارة، أحيانا في يده مدية أو سكين أو ما شابه، بعض المرات في يعني في الليل إحداث صخب وموسيقى صاخبة وما شابه. ضاقوا درعا بيد الطائش، نصحوا فلم ينصت لهم، فقرروا الالتجاء إلى مركز الشرطة وقدموا واحد البلاغ به. والشرطة بغات الشهود، فكانت واحد المجموعة كبيرة ديال الناس اللي وقعوا عريضة وخدوا نسخ ديال البطاقة التعريف الوطنية، إلا واحد السيد عارضهم، ما كي قال لي ماشي شغلي ماشي سوقي، الله يعفو عليه، هادي منهك عارضهم. المهم دفعوا داك البلاغ، وفعلا الشرطة دارت العمل ديالها وخدوا داك المتشرد داك الطائش وتهنوا منه لبضع شهور. ورجع تاني طلقوه، رجع تاني بعد ما قضى ديك السجن ديالو، رجع وواحد المدة يعني قصيرة، وتفاجئوا أن ذاك هذا الطائش كيعتادي على بنت ذاك المعارض اللي كان عارض القبض عليه. تكرفص لي على بنته واحد تكرفصة خايبة. هنا ذاك المعترض التاجئ لهاد مولي الإقامة، ولكن ذكروه بديك القضية ديالو باللي اعتارض، وقال لهم يعني هنا كتشوف الإنسان خاص دائما يكون مع الجماعة، راه ما يمكنش 99% تكون خاطئ أو 1% ولي على صواب. نعم الله يهديه وكذا وكذا، ولكن هو لا يستتر، يعني هو كيجهر وكيعلن بديك المشاكل ديالو. هنا وقفوا معاه وخذوا لي حقه، ولكن العبرة من هذه القصة هو من اللي كانت الناس مضرورة وانت ما مضرورش، يعني لم تلقي بالا لهم، ومن اللي ضريتي وكما كنقولوا لحقك الصاد، ومن اللي حسيتي بالدقاق عاد التجأتي للجماعة ديال الناس. وهذه الأمور مثل هذه الأمور كتوقع بكثرة، ليس في الإقامات.